بعد ضغوطات دولية، تمكن فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. وفق مصادر في ألوية العمالقة، فإن الفريق الدولي وصل الأحد الماضي من عدن عبر الساحل الغربي بسبب تعذر وصوله عبر المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. ويضم الفريق الدولي عدداً من خبراء التغذية في مهمة إعادة تشغيل المطاحن وتوزيع حبوب القمح المخزنة في الصوامع، والتي تلف منها ما يقارب 15,000 طن كانت الأمم المتحدة قد حملت حينها الحوثي مسؤولية تلف هذا المخزون من القمح. جاهزيتها للعمل بما لها من منطقة حيوية لبث روح العمل الإنساني في الحديدة، وكذلك توزيع الغذاء. منذ أواخر العام الماضي ظلت الطرق إلى المطاحن ملغمة بتعقيدات الحوثي، ولم تستطع الأمم المتحدة دخولها إلا مرة واحدة لإجراء فحوصات مخبرية أظهرت انتشار الحشرات داخل حبوب المصانع. ومنذ ذلك الحين استمر الحوثيون في وضع الكثير من العراقيل أمام وصول الأمم المتحدة إلى المطاحن التي تقع جنوب مدينة الحديدة. تعقيدات الحوثي لوصول الفرق الدولية للمطاحن اعتبرتها الحكومة جزءاً من مسلسل خروقات اتفاق سوكهولم، وهي الخروقات التي تشمل رفض الحوثي السماح بمرور المساعدات والقوافل الإغاثية. وتفيد مصادر بالحديدة عن قيام ميليشيا الحوثي بحفر عشرات من الأنفاق الجديدة قرب مطار الحديدة وميناء الحديدة والصليف، في ظل تحذيرات من التحالف باستخدام القوة العسكرية في حال استمرار خروقات الحوثي للهدنة الدولية.